هذا وساهم العمل الدبلوماسي لمملكة البحرين في عام 2023 في تعزيز علاقات مملكة البحرين مع الدول الشقيقة والصديقة تحقيقا للمصالح المشتركة وتأكيدا على سياسة البحرين الخارجية المتزنة وأكدت دبلوماسية مملكة البحرين خلال العمل منصرم سيرها على ثوابت راسخة أساسها القيم المتجذرة لدى المملكة قيادة وحكومة وشعبا عام تلو الاخر تؤكد الدبلوماسيه البحرينيه المتزنه على دورها الفاعل في مختلف القضايا واحتفال هذا العام بمناسبه اليوم الدبلوماسي لمملكه البحرين شاهد على الانجازات والتحركات البحرينيه في مختلف الملفات خلال العام المنصرم تعزيزا للمصالح المشتركه وتحقيقا للرساله الساميه لمملكه البحرين تجليات الدبلوماسية البحرينية تتضح في العلاقات الدولية الإيجابية التي تحرص مملكة البحرين على نموها ودعمها في شتى المحافل، فاللقاءات المشتركة مع مختلف الشخصيات ومن مختلف الدبلوماسيين من مملكة البحرين وفي مختلف الدول تأتي دائماً تحقيقاً لتطلعات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. وتاكيدا على نهج حكومه مملكه البحرين برئاسه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في ان التعاون الدولي قائم على الثقه المتبادله والنوايا الصادقه، كما ان التفاهم المشترك هو السبيل الامثل للتغلب على التحديات المشتركه بجميع ابعادها، وعام 2023 عام اخر يثبت مدى نجاح الدبلوماسيه البحرينيه. ثوابت خطاب مملكه البحرين الموجه للخارج لم تتغير على مدى اكثر من خمسين عاما فهو خطاب ينسجم مع مبادئ المملكه الراسخه والداعيه الى التضامن والتكاتف والتاخي مع كافه الامم والشعوب في اطار قيم التسامح والتعايش الانساني والتعاون البناء وهو ما يتحقق على ارض الواقع في كل عام على هذا الاساس الصلب والمتين من القيم المتجذره لدى المملكه قياده وحكومه وشعبا